الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. الأطفال والحروب، مأساة ومعاناة في أين الطفولة والحياة؟ مرحبا من جديد، البداية بالأخبار الوطنية. يمثل الطفل التونسي عماد المستقبل وهو ضامن من ضمانات رقي تونسي ومنعاتها، لذلك تنادت الأصوات من أجل الرفع من شأنه ومزيد عناية بمشاغله، وتعدت المطالب من أجل تطوير التشريعات الخاصة بالطفل حتى يجد مساحة كبيرة للحرية والإبداع. وفي هذا الإطار انتظمت جلسة للبرلمان الطفل، حيث انعقد الحوار حول المشاكل التي يواجهها الطفل في تونس وسبل كثيرة لتجاوزها. ولمزيد من التفاصيل نترككم مع مراسلنا من قبة مجلس النواب. الطفل التونسي عن تعلقه بوطنه وأظهر من الوعي ما يؤهله ليواصل مسيرة التنمية بثبات واقتدار. فرقي المجتمع نابع أساسا من رقي أبنائه، فمتى نؤمن للطفل حقوقه كاملة ونضمن له مقومات النجاح؟ انباه مجلس البرلمان الطفل، حدثتكم آلاء الماجد. بمجلس الشعب لقاء مفتوحا بين ممثلي الأطفال عن الولايات، وقد تمحور اللقاء حول تفعيل مجلس حماية الطفل الصادرة يوم 9 نوفمبر 1995، وتطويرها حيث بسط المتداخلون مشاكل الطفل وما يعانيه من صعوبات. وانتهت النقاشات إلى ضرورة دسترة حقوق الطفل وتفعيل دوره في المجتمع باعتباره شريكا فاعلا في البناء. ومعنا الآن مباشرة مجموعة من الأطفال، سنتعرف إلى مشاغلهم ومطالبهم. أنا اسمي يوسف زيتوني، وأنا أمثل ولاية قيروان. لابد أن نلقى صيحة فزعا ضد ما يتعرض له الطفل من تعنيف واستغلال، فقد تنامت ظاهرة العنف اللفظي والمادي بشكل رهيب، وهي ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل. لذا فإني أدعو إلى مقاومة كل أشكال العنف، وذلك عبر تفعيل لجان الإصغاء وتطوير وسائل الاتصال بالطفل. اسمي يحيى عياتي، ممثل ولاية باسل. المشكلات الحقيقية تتصل برياض الأطفال، فما زالت هذه المؤسسات بعيدة عن حاجيات الطفل، حيث يتغيب التأطير النفسي والعاطفي المطلوب وتطوير التكوين البيداغوجي، بما يمكنها من أن تكون مواكبة للعصر ومعبرة عن تطلعات الأسرة، حيث يكون ابنها صورة للطفل المبدع والمثالي. مرحبا، أنا سامة بردوسي، ممثلة منطقة وطن القبلي. أريد أن ألفت النظر إلى تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع وتنامي مظاهر الجروح عند الأطفال. هنا أتساءل، أين البرامج الناجعة من أجل حماية هؤلاء الأطفال؟ أليس من الواجب أن نطور المنظومة التربوية بما يجعلها تقلص نسبة الانقطاع المدرسي؟ اسمي ألي بن سالم، ممثلة ولاية توزر. يفتقر الأطفال القرى في الجنوب التونسي إلى وسائل الترفيه بدرجة كبيرة، لذا نطالب بتكثيف الرحلات المدرسية من هذه المنطقة وإليها من أجل الانفتاح على مميزات البلاد التونسية واكتشاف ثراء الجنوب التونسي والمناطق الداخلية الخاصة. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.